السلام عليكم يا أم محمد. عنواننا النهاردة لا تخف ولا تحزن. يقول الله عز وجل في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن تكون زعلان مع زوجتك، مشكلة مع أبوك، مشكلة مع جارك، تأخر في زواجك، مرض لا قدر الله، أي مشكلة في حياتك. بقول لكم لا تخافوا ولا تحزنوا، إن الله معكم، لأن ما بين مشكلتك والفرج سجدة تغير لك الأمور. واسجد واقترب، أليس الله قادر على أن يزيل همك ويرفع عنك بلاءك؟ الله عز وجل قال لأم موسى: فإذا خفت علي فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إيه اللي هيحصل بعدها؟ إنا رادوه إليك. ومش كده وبس، إيه كمان؟ وجعلوه من المرسلين. فاعلموا أن الله يخرج الأمن من قلب الخوف، ويبدل الله همك سعادة وفرح. أسأل الله عز وجل لي ولكم نعمة الأمن من الخوف. إذن لا تخافوا ولا تحزنوا، وربي وربكم الله. شير الفيديو عشان نبقى صحبة في الجنة.